بسم الله الرحمن الرحيم. من القلب إلى القلب. رسمت الشعوب خرائط الزمان وشقت دروبها في أبعد الآفاق وحفرت اسمها في ذاكرة التاريخ. فكم وكم سمعنا عن شعوب اندثرت منذ آلاف السنين وما زال أثرها الحضاري أو المعماري وحتى العلمي حي إلى يومنا هذا. نعم، فإن الشعب الذي يرفع راية الوعي ويحاول نشر راية الإنسانية ويحمل أبنائه مسؤولية التقدم والتطور، ذلك بالاعتماد على مواردهم وإمكاناتهم، فهو شعب عظيم ويستحق الحياة على أفضل وجه وأحسن أسلوب. اليوم باتت الحياة أسهل ومصادر العلوم متوفرة ومن السهل الوصول إليها وطرق التواصل سهلة وسريعة بمتناول الجميع. لن نتعذر بأنهم أصلحوا أو لم يصلحوا، غيروا أو لم يغيروا. سوف أبدأ بنفسي وأبني وطني بيدي، وسوف أعلم ذلك لأبنائي وأحفادي. يا أخي، ابدأ بنفسك وأسرتك وعمم ذلك في مجتمعك. كن بريء الذمة وقدم ما استطعت لوطنك، قدم ولو بشق تمرة. شكرا لك.